جدا على السين الحربي والحركه ضعيفه، والكلام ده ان احنا مساجين عساكر حربيين في بيقوموا يوقفونا ويقبلونا يقبلوا على الحيطه، وما في واحد يتلفت لانه في زول بيجي يمرقوه، يمشي يتمشى ساعه في اليوم يجيبوا راجل زي كان الشهير عبد الخالق سنة 70. تعرفت على مصطفى سيد احمد عن طريق ابن عمته ولد بيت ربوه اخونا علي بخيل، وليطمئن بال الاخ اسهري ليطمئن بال الاخ الاسهري اشار الى ان علي بخيل اصبح مهاجرا ما بين باكستان وافغانستان والشيشان وكل الحروب المسلمين، فليطمئن اسهري قد استغرب علي بخيل من النزول اكثر من 7 أشهر في الخرطوم وعاد الى بلدته والى بيته حجه الحمد لله. وكنت سعيد جدا بانه انا مشيت زرته في عيد الفطر ولقيته قاعد في البيت وعياله معاه وزوجته معاه ورجع العياده بتاعته ويشتغل شغله. هذا الرجل العياده دي طبعا ملفت الانتباه، شخص انا تكلمت انه ترك المدارس النظاميه من ثاني ابتدائي لكنه علم نفسه الى ان امتحن الشهاده السودانيه ودخل جامعه القاهره الفري ودرس الحقوق وامتحن مره اخرى للشهاده السودانيه ودرس فني معمل لانه هو اصلا اشتغل ممرض فتره من الفترات في الحصيص. فهذا الرجل اصلا كنت من الناس المهمين جدا وكان صديق وكنا بنزور في الحصيصه، وهي واحد من الاسباب التي ربطتني بهذا البيت العظيم في الحصيص. وبعد ما يترك اسهل يخلص انا اتمنى انه يلقى فرصه بتاعت ربع ساعه ونص ساعه ليتحدث عن بيت الدين. البيت اللي مظلم الهواء وفي الوقت ذاك هو ظهرت أغنية مظالم الهوى، وكان مصطفى من الناس اللي غنوها بشكل جيد، وكان سمارة مظالم الهوى لأنه كل من الإجماع كان ينزل على علاقات عاطفية مضروبة يعني. لكن برضو من الحاجات اللي فعلا كانت مميزة جدا إنه بيت العزاب اللي إحنا سكننا فيه كان في حي الامتداد، وكان صاحب البيت زول اسمه علي محمد علي، فاحتاج لبيته. والبيت حقيقة كانت يعني حفلات النجاح تحت الطلب في العمل فيه، وفي رمضان ناس الحلة بيفطروا برا لما المطر تصب بيخشوا بيوتهم بيخشوا بيتنا بتاع العزابة. والوقت ده كان التوجس من العزابة في قمة، يعني ما في ناس بيقبلوا في وسطهم يسكنوا العزابة. كانت من الحاجات الغريبة لما جه صاحب البيت وطلب مننا نخلي له بيته مشغولين ناس الحلة، وطلبوا منه انه يديهم فرصة بتاعة اسبوعين او شهر عشان يفتشوا بيت في الحلة لنا نحن نسكن. وقلنا احنا قاعدين وناس الحلة هم اللي يفتشوا بيت، يعني كل مرة يقوموا بيجي يقولوا والله لقينا بيت يلا كم شوفوه، لحد ما لقينا بيت قريب منا بتاع زول اسمه على عشان ورحنا قعدنا فيه. كانت قدام بيتنا في ظاهرة غريبة جدا قاعد تحدث، يعني كل غنم الحلة بيجي جنب بيتنا ليه انا ما عارف. لان كان الوقت ذاك الناس بيربوا الامان بيربوا الغنم بكثافة، فكنا حتى لما نجي نخش البيت بنبقى في مشكلة وقدام بيتنا بيكون اوسخ بيت لانه الغنم بيجي بيته. يوم نحن خاشين انا ومصطفى تحديدا الدنيا برد شديد في جايين خاشين بعد حفلة زي الساعة 4، ونحن دايرين نفتح الباب سمعنا صوت بتاع أنيم، فمصطفى وقف قال لي يا أخي في غنماي دايرة تريد نجيب البطارية. جبنا البطارية وبدينا من وسط الغنم لقينا الغنماي، قال لي غنماي دي محتاجة لمساعدة كويس عندك فكرة؟ قلت له والله يا أخي أنا وريني أعمل معاك شنو ممكن أعمل. قال لي أنا بعرف أولد الغنماي. فلما بدينا قال لي يا اخي في مشكله الغنوايه دي جانا ميت في وقتها، دريت انه في ريحه نتنه، لكن كده قال لي بقت في ضروره اكثر من نتنه الساحل لانها حتموت. فقعدنا وجرينا عمليه بتاع الولاده يعني بره، وخلصناها من الجليل لحد ما طلعناها منها. كان خلاص المنطقه دي والصباح كان عندنا جيران لي اسمه المسحر حمار، فقلت انت قريب من الناس دي تمشي الصحي والهسي تدوق عيش، لان الغنوايه دي لو ما كان عيش حر بتموت مع البريد. فمشينا اصحى جمار بين البيت الباب ادونا عيش دونا شديدة، ما كنت داخل عندنا امتياز ولا عندنا بابور
ممكن ذاته الفحم كان مشكلة. اليوم ولعنا النار وختينه وقعدنا أنا ومصطفى في البريد نتدفوا ونهبط لحد ما العيش نيق، وجينا ختينا الغنوية ودخلناها جوا في البرد. وكان ثاني يوم جوا أصحابي يفتشوا لا ورينا الغنوية كذا كذا كذا، ساقوها مش الموقف ده ما كان بيتم فيه أي نوع من التكلف أو التمثيل، بل بالعكس يعني كان بيحس بأنه لا ده واجب إنسان تجاه كائن الفرد تقدم له المساعدة. المرحلة بتاعت الحصيدة دي يعني كانت أنا بحتاج إنها مرحلة مهمة جدا، لأنه مصطفى يعني منها وجل المحد. هختصر الكلام في الحتة دي لأنه تقريبا معروف للناس كلهم أو لأغلب الناس. مصطفى جل المحد وكانت فرصة لإنه يلتقي بمحمد سراج الدين اللي التقى معه تحديدا في أربع أعمال كانت غير ما تقول لا تقول لي والله يا زمان لاتجاه الحاج موسى وشجن الأليم صلاح السعيد وتاني للصادق الياس وحاجة اسمها كانت في الوقت ذاك ماتت ما مشت صغيرون الدريتونة والدوب يا دوب وتسكن. ومنها جات الفترة في الوقت ده مصطفى ما كان ساكن في الدير، كان ساكن في الامتداد مع زول صديقه وزميل دراسة في الصدارة الثانوية من أولاد الكوة اسمه محمد خليل الدرية الثالثة منها، وجاء بيت الدم سكن فيه مع زول صديقه اسمه معاوية. وفي بيت الدم ده مرت فترة طويلة جدا انقطع فيها مصطفى على الناس نتيجة مواقف حصلت بينه وبين مجموعة من الشعراء مجموعة من الملحنين كانوا يسموا نفسهم في الوقت ده منتدى الحروف، وهو امتداد من منتدى الحروف اللي احنا نبقى فيه. حصل خلاف بين مصطفى سيد احمد وبين الشاعر محمود حسين الخضر في اغنية غير ما تقول ان احنا نقول نتبادل كلام الريح، كفاية علينا لما تفوت نشوفك من بعيد لبعيد، اللي هي سجلت في شريط محمود حسين الخضر طالب بواسطة المحكمة لأنه مصطفى عوضه 3000، و3000 اللي مصطفى عمره ما مسك على الأغنية. وتضامنوا معهم مجموعة من الشعراء منهم التيار حق موسى وعبد الرحمن مكاوي والملحن يوسف السماني، وأخذوا من مصطفى كل الغنى اللي كان أدوا له، وهي الأغاني كانت زي ما قلت والله أيام يا زمان و غير ما تقول وتقول لي الفراق مكتوب وشق الأيام اللي هي فيما بعد بدأ الصراع بين حمد وبين مصطفى وبين حمد الرحيم، هي دي اللي كان فيها القضية. والاستفزاز ده هو الساق مصطفى سيد أحمد إنه يكفل نفسه في بيت الدين ويطلع للناس بتجربة مختلفة، كانت بدايتها أغنية المسافة لصلاح عبد السعيد وحبان نجوة ما تخنط ليحيى فضل الله، ومجموعة من الأغنيات ظهرت من خلال برنامج ألحان كان بيقدمه الإذاعة محتسن فضل اللي هو مدير الإذاعة. محتسن فضل واحد من الناس الساهم مساهمة مغدر جدا في إنه مصطفى ينتشر من خلال هذا البرنامج. عايز اختصر كلامي إنه الناس بيتكلم عن الحان، أنا سعدت جدا بإنه الأخ هاشم ثبت مسألة القصة بتاعت حاجة فيك ونطرحهم على روح أخونا عجاج في حوار قبل وفاة عجاج بعشر يوم، قال إنه هو لحن هذه الأغنية لمصطفى سيد أحمد، وأنا رديت عليه والرد كان يفترض ينزل بكل أسف تاني يوم لوفاة عجاج، وأنت حجبت الرد بإنه ما ينزل عشان أأكد إنه والله حاجة فيه لحن مصطفى. الملحنين اللي تعاملوا مع مصطفى كالآتي: عجاج لحن لمصطفى لمحتك ولحن له كيف انساك انت الجرح النازف منه خريف العتة لمحمد مريخة، وناجي الغدسي